لعيبه النادي الاهلي لاول مره في طب حياتي. احنا اتكلمنا بالظبط، اتكلمنا عن ماتش الزمالك، عايزين نتكلم بقى عن بالظبط يعني لعيبه النادي الاهلي امبارح. البعض بيتكلم طبعا عن اللقطات التحكيميه، انا في المجمل ما بحبش اتكلم عن اللقطات التحكيميه سواء اهلي سواء زمالك، بحس ان اللي بيتكلم عن التحكيم دايما طبعا الحكم بيبقى ليه عامل مؤثر بشكل كبير جدا، أكيد. بس الكلام عن التحكيم بيبقى اكتر ان هو ضعف، لان انت كان قدامك فرصه كبيره جدا. الناس بتقول الكره تخطت الكره ما تخطتش، مفيش حد يقدر يجزم بشكل كبير جدا ان الكره تخطت خط المرمى. احنا في القرن العشرين ولا القرن 21، احنا في سنه 2021 ولحد دلوقتي الكاميرات مش عارفه تجيب الكره دخلت جون ولا مش جون. انا عايز اتكلم على النقطه دي. يمكن انت اثرت موضوع ان الكاميرات مش عارفه تجيب او التقنيات يمكن ساعات مش بتساعد. امبارح كان في كوره جدليه يعني بتاع في ماتش الاهلي، يعني الكوره طبعا ناس بتقول ان هي دخلت ناس بتقول ما دخلتش، احنا معروضة بنعرض الكوره يمكن اهي الصوره على الهواء. طبعا انا من هنا وحتى انا لما شفت الكوره لما وانا بتفرج او لما شفت الصوره بعد كده وحتى لما قعدت ازوم عليها واكبرها انا مش قادر احكم هي جون ولا لا. مش في تقنيات موجوده يعني هي في سنسرز كانت يعني في الدوري الانجليزي الدوري الاسباني حاجات حاجه بتصفر وفي اي مش في سنسر في كاميرات بينور له في الساعه حتى في الساعه فعلا بتاعه يعني الحكم في اي حاجه وهي ما هياش تقنيات صعبه يعني حتى لو في كاميرا من ورا الجول هتقدر تجيب لنا الكره دخلت ولا لا. طب احنا مشكله حتى الحكم ما راحش هل مشكله الفار انه التصوير مثلا مش مساعده قوي؟ يعني التصوير في الدوري الانجليزي احنا بنشوف التصوير يعني الملعب متغطي ب 90 الف كاميرا صح. الدوري الاسباني وكل الدوريات الاوروبيه نفس القصه. هل احنا اللي مش مساعدنا التصوير مثلا في الدوري عشان كده الفار مش قادر قوي ان هو يحكم على كور؟ انا امبارح كنت بتفرج على ماتش الاهلي وطلع الجيش وبتفرج على الزمالك والدجله. الزمالك بيتصور بكاميرا اتش دي وطبعا كاميرات نظيفه جدا في استاد الدفاع الجوي. بتتفرج على ماتش الاهلي امبارح واي ماتش بيتلعب عامه في استاد السويس، الزمالك والمقاصه، الزمالك والاسماعيلي اللي كانوا في الكاس، يعني هو بيبقى على حسب بيتصور بكاميرا موبايل، بيبقى على حسب الاستاد. استاد اسكندريه من اسوء الاستاد اللي هتلاقي فيه كاميرات، من اسوء الاستاد اللي هتلاقي فيه كاميرات. امبارح بتتفرج على تحس ان هي كاميرا موبايل مش كاميرا عاديه. امبارح ما تقدرش حد مش بيدي احنا يعني كان شغالين كاحصائيات مفيش تكافؤ فرص كده بالزبط يعني بالزبط لانه بالزبط مش بس ما بين الاهلي والزمالك ما بين الفرق كلها بالظبط يعني طبعا انت الفار مش موضح حاجه امبارح. بس انا كل اللي بكلمك فيه على الرغم من كل ده فلنفترض ان الكوره ما دخلتش بس هو فين لعيبه النادي الاهلي بعد كده؟ فين لعيبه النادي؟ فين حافز لعيبه النادي؟ على فكره كانت الدقيقه بتيجي 90 جمهور النادي الاهلي جمهور نادي الزمالك بيبقى جاي عارف ان لعيبه النادي الاهلي هتموت نفسها جوه ال 18. يعني حتى امبارح في وجهه نظري تغييرات موسيماني كانت خاطئه. السنه دي الاهلي في الدوري مش هو الاهلي في دوري ابطال افريقيا. السنه دي الاهلي في الدوري مختلف تماما. وعلى فكره للمره الاولى وانا بتفرج على كوره مثلا من سنه 99 او سنه 2000 اول مره في حياتي اشوف النادي الاهلي بيخسر الدوري في الامطار الاخيره بعد 2002 ودوري سيد عبد النعيم والماتش الاخير بتاع امبي. من وقتها ما شفتش الاهلي متصدر الدوري وبيخسر الدوري في الامطار الاخيره. دي حاجه اول مره تحصل ودي حاجه بتدل على غرابة. الاهلي متوج باتنين دوري ابطال افريقيا، من حق جمهوره ان هو يفتخر ومن حقه ان هو ما يبصش لحاجات تانية او الكلام ده كله. يعني هو الدوري بالنسبه يعني دوري ابطال افريقيا البطوله الاهم في افريقيا، ولكن الاهلي دايما متعود ان هو ياخد الدوري. فالفتره الاخيره اللي شفناها دي كلها وتخاذل من لعيبه النادي الاهلي امبارح يعني في كوره في نص الملعب احد اللعيبه في النادي الاهلي عايز فاول، روح هات جول الكوره معاك اعمل اي حاجه، واقف اللي هو لا انا عايز فاول واقف بيعمل كده. لا في حاجه غريبه وفي مفيش كمان شده من بره او الكلام ده كله.